بسم الله، اليوم محاضرتنا بشابتر جديد اللي هو شابتر 6. شابتر خفيف لطيف، يعني ما حيكون في ثقل زي الشباتر الماضية. يعني بنهاية المحاضرة إن شاء الله اليوم حنكمله، اللي هو عن الـ Relational انتبهوا Database Constraints. الـ Relational Database Constraints، لما كنا نحكي عن الـ Constraints سابقاً وهو تعرضنا لإلها في أكثر من شابتر لهذا المفهوم، لما نحكي عن constraints نحكي عن restriction، ننتبه للداتا أو للvalues اللي بدنا نخزنها في هاي الداتابيز. وكمان حكينا هي عبارة عن الداتا اللي هي بنحكي valid data، إنه هذا الداتا في الداتابيز إنها valid ولا لا يا طلاب، هي إنه هي مطابقة لهذا الدومين، لهاي constraints، يعني هذا الكونديشن اللي احنا بدنا نحطه. فاذا الكونسترينز بشكل عام هي عباره عن ريستريكشن او عباره عن كونديشنز بتحكي لي انه هاي الداتا اللي عندي انها هي فاليد ولا لا. هلا يقسم ننتبه الكونسترينز الى خمس اقسام. الكونسترينز تقسم الى خمس اقسام، عندنا domain constraints وعندنا key constraints و entity integrity و referential constraints و semantic integrity constraints. بدنا نفهم كل واحدة منهم وعشان نقدر نطبقهم كمان شوي على الـ update operation. ننتبه على الـ update operation. نيجي لأول واحدة فيهم اللي هي domain constraints. طبعاً في هذا الشابتر حناخد هدول الـ two tables أو two relations، حنطبق عليهم كل الأشياء اللي عم نحكيها هلأ. نحكي للـ domain constraints. عم نحكي عن الـ domain، ننتبه إنه هاي الـ value اللي عندي في هذا الـ table أو في هذا الـ row، هل هي مقابل يعني موافقة للـ domain؟ ننتبه لها يعني هاي الاتريبيوتس، هل موافقه للفاليوز تبعتها للدومين تبعها؟ طيب شو يعني الدومين؟ الدومين يا طلاب في عندي شغلتين لازم ننتبه لهم، اللي هو هل الفاليو اللي عندي مطابقه للداتا تايب، انتبهوا لها، للفورمات، للداتا تايب والفورمات. يعني مثلا انا اذا دخلت يعني عند مثلا اللاست نيم، انتبهوا عندي اللاست نيم يا طلاب، دخلت هلأ داتا وكانت عندي الداتا اللي أنا دخلتها مثلاً 1 2 3 4، هل هذا مطابق للدومين؟ انتبهوا الدومين، إذن الداتا تايب والفورمات، هل هذا مطابق للدومين؟ اللاست نيم هو عبارة عن كاركتر، انتبه اللاست نيم هو عبارة عن كاركتر، variable character، قعدد مثلاً ممكن قيده محدد 10 20، المهم هل هذا مطابق للدومين؟ أنا كاتبه 1 2 3 4، أنا حاطة نمبر، ننتبه في دومين هاي الاتريبيوت اللي هي last name هي عبارة عن كاركتر، فإذا هذا مخالف، نحكي violate، ننتبه وبيعطينا invalid للدومين، فإذا هذا خطأ. مثلا لو نحكي البيرث ديت، انتبهوا البيرث ديت، لو تلاحظوا في هذا الجدول، طبعا كمان شوي حنطبق عليها، تلاحظوا في هذا الجدول تم وضع البيرث ديت بفورمات معين. طبعا 1 ديجيت ننتبه هنا هو 2 ديجيت للدي، بعديها المانث، انتبهوا هاي 20 9، مثلا انا اخذت هاي عشان تعطيني انديكيت اكثر، اما بينما الاول والثاني والرابع مو مفهوم وين المانث وين الدي. من هاي الثالثة بعرف إنه أول 2 ديجيت اللي هي الدي، وبعدين في عندي 2 ديجيت أخرى اللي هي دليل إنه عندي 12 للمانث و 4 ديجيت للير يا طلاب. فإذا أنا خالفت هاي القاعدة، انتبهوا خالفت هاي القاعدة، فإذا هذا هو فورمات للديت، ننتبه. يعني انتبهوا لو كتبت بهذا الشكل، كتبت 1 أو مش 1، اوكي 31 31 ثم 98 98، هل هذا مطابق للدومين؟ انتبهوا
هل هذا مطابق للدومين يا طلاب؟ لو نلاحظ انه في عندي 1 31 98 خالفت الدومين باكثر من شغله. طبعا هو هون عندي عم نحكي عن الفورمات، لاحظتوا قبل شوي الداتا تايب في المثال اللي قبله كان مختلف، ولكن في هذا المثال مخالف عندي الفورمات وليس الداتا تايب. هو هذا الداتا تايب هو ديت صح، ولكن الفورمات مختلف، بحيث اني انا وضعت بالبدايه لاحظوا حطيت المانث ثم الدي. المانث دليل انه فيش عندي مانث 31، المانث ثم الدي. كمان خلفت في شغله ثانيه اللي هي عندي 4 ديجيت للير، انا حطيت 2 ديجيت للير، فاذا هذا مخالف للدومين. فنفهم يا طلاب انه الدومين الفاليو اللي عندي في هذا التابل او في هذا الريكوردز اللي عندي يجب ان تكون موافقه للدومين. الدومين هو يا اما الداتا تايب، ننتبه تكون نفس الداتا تايب ونفس الفورمات، الداتا تايب والفورمات. لغايه الان في اي سؤال بعيد يا طلاب؟ طب انتبهوا لهاي النوتس اللي هي في عندنا سبيشال كيس بالكونسترينتس. أعمل إنه في المختبر الداتابيز تكونوا أنتم طبقينها. في عنا constraints on null. في بعض الفيلدز انتبهوا، مثلا لنفرض إني أنا وضعت في فيلد السالري، هذا انتبهوا في هذا الفيلد اللي هو السالري، أحكي إنه السالري بديها not null، not null، بحيث إنه اليوزر لو ما دخل السالري بيعطينا إيرور. هاي أحد أنواع انتبهوا الكونسترينتس على الدومين. يعني لو أنا هلأ في أحد يعني لو بدي أغير أعدل أخلي مثلا هاي هذا نل، هذا نل، بيعطينا عليها إيرور. طبعا وين هاي بعمل كونسترينت؟ في أثناء كرياتينج للتابل، في أثناء كرياتينج للتابل في المختبر مفروض تكونوا مطبقينها. في أحد الكونسترينتس بالمختبر مكتوب عندكم not null، انتبهوا not null يا طلاب. طبعا ليه مثلا أحكي ضروري كل موظف مثلا حسب الأهمية، انتبهوا ضروري كل موظف يكون في عندي له سالري. كمان هون مثلا first name، يعني إذا أنا مثلا نسيت أو أخطأ أو مش هذا فبحكي first name كمان بديها not null. يعني ضروري انك تكتب لي ال first name لهذا الموظف، فاذا وجد عندي null فاذا هذا error، اصلا ما حيدخل لنا اياها على الداتابيز. ننتبه يعني في اشياء restrict عليها اكثر، فاذا ما بحكي والله يعني زي كيف مثلا لما نعبي مثلا الايميل او مثلا عندنا فورم معين، في اشياء بكون حاط لكم ريكوايرد وحاط لكم الستار انه ضروري تعبيها، وفي اشياء نيجلكت لها نفس المبدا اللي ضروري تعبيها، مستحيل انت هلا تعمل الخطوه اللي بعدها الا في تعبئه هذا الفيلدز اللي هو ريكوايرد في هذا الفورم. فاذا احد حكينا يعني هلا عندنا الداتا تايب وعندنا الفورمات وعندنا إن وجد عندي اللي هو constraints on null. يعني مش دائما هلا هون هل هو واضح عندي إنه هو null ولا مش null؟ لا، أنا مو كاتبت لكم إلا إذا كتبت لكم بشكل صريح إنه هذا الفيلز لا قل null، يعني وضع null في هذا الفيلز أو في هاي الأتريبيوتس بيعطينا عليها error. لغاية الآن في أي سؤال يا طلاب بعيد؟ ننتقل إذن لا ننتبه الثانية اللي هو key constraints. الkey constraints بالkey constraints لازم ننتبه لهاي، ننتبه الطبل of super key not equal طبل آخر of super key. حكينا for example على السوبر كي اللي هو عندي برايمري كي، حكينا برايمري كي هو سبست من ننتبه الكانديديت كيز، والكانديديت كي هي سبست من السوبر كي. وين عندي البرايمري كي في هذا الجدول الاول اللي هو امبلوي اللي هو الاس اس ام؟ ما هو البرايمري كي ننتبه في الجدول الثاني اللي هو الديبارتمنت؟ ديبارتمنت نمبر يا طلاب.
طب انتبهوا لهاي النقطة. لنفرض هلا يا طلاب انتبهوا، غيرت او عدلت او دخلت ننتبه values، مثلا وضعت value اللي هي 500، انتبهوا، و87، 587 يا طلاب. أصبح عندي قيمتين 587 في الأس أس أن. القيمة الأولى اللي هي هاي موجودة عندي في جدول، وهاي القيمة الثانية. طب كيف هذا حيكون سوبر كي؟ أو نحكي برايمر كي؟ هذا إيرور، ما بيصير يكون عندي، انتبهوا، توتابل أو أكتر إلهم نفس القيمة في البرايمر كي، أو نحكي هي إن جنرال في السوبر كي. ما بيصير يكون عندي نفس القيمة يا طلاب. يعني هون عندي 587 وهون 587، يجب أن يكون يونيك. ننتبه، يجب أن يكون يونيك. نفس الشيء أخذناه في لما شرحنا السوبر كي والبرايمر كي. ننتبه، لما أعطيتكم first name واللاست name والميد name هي سوبر كي، بس ما أخذناها في ذاك المثال إنه هي برايمر كي. هل التقاء الثلاثة مع بعض فيما بعد ممكن يكون متشابه؟ إذا كان متشابه أصلاً بالأساس إن هاي مش سوبر كي، فيجب إنه نحافظ على إنه القيم تكون يونيك، يعني مختلفة، ما لها دخل بالثاني. كل تابل، كل رو مختلف قيمته عن ننتبه اللي قبله. يعني مثلا هلا ديبارتمنت نمبر يا طلاب، ممكن يكون عندي ديبارتمنت نمبر اخر برقم 10. ننتبه، ديبارتمنت نمبر اخر برقم 10 مستحيل، لانه عندي اصلا 10، فاذا هذا ايرور حيعطيني. بينما لو حكيت لكم ديبارتمنت نمبر مثلا 70، اوكي، لانه عندي 10 20 30، ما عندي 70، ما في مشكله اذا كان عندي ديبارتمنت نمبر 70. فاذا هاي الكي كونسترينتس، بنأكد انه كل تابلز يجب أن يكون منفرد بقيمته في السوبر كي، يعني كل قيمة تبعت السوبر كي مختلفة عن اللي قبلها. ننتبه، ما لها دخل في الثاني، وما لازم يكون في عندي تشابه ما بين هاي القيم، يجب أن تكون يونيك. هاي عنا الكي كونسترينتس. كتير لازم تحفظوا المصطلحات، الدومين شو معناتها، الكي شو معناتها. هلأ نشوف اللي بعدها اللي هي entity integrity constraints. entity constraints اللي هو tuple of primary key must be not null، مستحيل يكون عندي null يا طلاب. انتبهوا لهاي النوتس، مهمة جدا. tuple of primary key not equal null. يعني مثلا هلأ ممكن أعبي كل البيانات في هذا جدول باستثناء مثلا الاس اس ان في هذا جدول الامبلوي يا طلاب، ممكن يعني اخلي هلا هاي البيانات اني ما اعبيها مثلا، لا، حيعطينا نال. واذا اعطاني نال او اكتبها بشكل صريح، يعني في بعض الاحيان في الانسيرت اذا اخذت اللاب يا طلاب، واذا ما اخذته انا هيني عم بشرح، ممكن انا ادخل قيمه نال في اللاب، ممكن انا ادخل قيمه نال في هذا الفيلد. إذا وضعت أنا نل في هذا الفيلد، هل في إمكانية؟ لا، لأنه الانتيتي انتيجريتي بيحكي لي إنه التبل أوف برايمري كي must be not equal null. والسبب يا طلاب، أنا أصلاً بتعرف على هذا الأوبجكت، انتبهوا، على هذا الأوبجكت اللي عندي، سواء أوبجكت مثلاً فيزيكال أو كونسبتوال يا طلاب، بتعرف عليه من خلال البرايمري كي. هو بيعمل ايدنتيفاينج لهذا الاوبجكت، فكيف انا اخليه نال؟ فهذا يخالف، انتبهوا، ما يسمى الانتيتي انتجريتي كونسترينتس. فاذا في الانتيتي انتجريتي كونسترينتس انه البرايمري كي must be not equal null. نفس الشيء للديبارتمنت، انتبهوا، نفس الشيء عندي في الديبارتمنت. هل ممكن يكون عندي الديبارتمنت نمبر نال؟ ننتبه، ديبارتمنت نمبر نال، لا، لأنه ديبارتمنت نمبر هو عبارة عن برايمري كي. فكيف البرايمري كي ممكن أحط له هون نال أو أعدل على القيم الموجودة عنده مثلا أخليها نال؟ فإذا هذا بيعمل فيوليت، ننتبه، للإنتيتي إنتيجريتي كونسترينت. كتير طلاب بالامتحانات، ننتبه، لما نسألهم بيخطئوا ما بين الإنتيتي إنتيجريتي وما بين الكي كونسترينت.
في الكي كونسترينز، وهني عم باكد مره ثانيه عليها، انه تبل للسوبر كي او نحكي لهذا البرايمري كي في امثلتنا البسيطه يجب ان لا يساوي، يعني ما لازم يكون في تشابه في القيم في البرايمري كي. بينما في ننتبه انتيتي انتيجريتي نحكي التبل اوف برايمري كي يجب ان لا تكون نل. فهدول التنتين يا طلاب كتير بخربشوا فيهم في الامتحان، وهي ركزت عليهم وانتبهوا. نشوف هلأ الكونسترينس اللي بعدها اللي هي referential integrity. هلأ ننتبه للreferential integrity يا طلاب. في referential integrity عم نحكي عن الفورين كي والبرايمري كي. الفورين كي والبرايمري كي اللي اخذناهم في المابينج. وقت ما عملنا مابينج حكينا انه مثلا زي هون هذا فورين كي ريفرنس لهذا البرايمري كي، هذا فورين كي ننتبه بالاسهم هاي بالاركس باللاينز بين عندي انه هذا مثلا فورين كي ريفرنس لهذا البرايمري كي، وهكذا عم بيحكي لي عن ريليشن بتوين تيبلز. انتبهوا اللي ها العلاقه ما بين التيبلز، ما يسمى ريفرنسينج ريليشن وفي ريفرنس ريليشن، يعني ريفرنسينج اللي انا بدي اخذ منها ننتبه هذا البرايمري كي، هذا البرايمري كي. طبعا انتبهوا لهاي الكونسترينز، بيحكي لي التبل اوف فورين كي يجب ان تكون قيمتها، يعني لما بدي اخذ قيمه هلا يجب ان تكون هاي القيمه الماخوذه من البرايمري كي. يعني ما بفرض انا من عندي مثلا في الديبارتمنت، مثلا حكينا كل امبلوي بيشتغل في ديبارتمنت معين، انا ما بفرض من عندي رقم هذا الديبارتمنت، مثلا احكي رقم 120 واصلا ما عندي ديبارتمنت 120. يجب ان تكون القيمه، انتبهوا، اللي هي عندي في الفورين كي ماخوذه يا طلاب من البرايمري كي. ننتبه ماخوذه يا طلاب من البرايمري كي. يعني هلا الجدول اللي اخذناه انتبهوا يا طلاب هلا للريفرنشال، للريفرنشال يا طلاب. هلا شو في عندي هون فورين كي؟ وين الفيلدز اللي عندي هون في هذا جدول هو فورين كي؟ احكوا لي، هذا عملناه في المابينج. انو اتريبيوتس عندي في هذا الجدول هو فورين كي؟ عندنا تنين يا طلاب، عندنا تنين، عندي الديبارتمنت نمبر ممتاز، شوفوا ديبارتمنت نمبر هو فورين كي يا طلاب. وعندنا كمان شو في عندنا؟ السوبر اس اس ان سوبرفايزر، تذكروا اس اس ان هذا فورين كي كمان. طيب هذا الفورين كي من وين اجى؟ هذا الفورين كي ديبارتمنت نمبر من هذا التيبل اللي هو ننتبه ديبارتمنت نمبر الموجود عندي في جدول الديبارتمنت. وهذا السوبر اس اس ان من وين اخذناه يا طلاب؟ اخذناه من الاس اس ان الموجود عندي في نفس التيبل اللي حكينا عنه، اللي هو عباره عن ريكيرسيف ريليشن شيب. اجت عندي ريكيرسيف ريليشن شيب يا طلاب. فاذا هذا فورين كي لهذا البرايمري كي، وهذا فورين كي اخر لازم ننتبه له من هذا الجدول. هلا في الريفرنشال انتجريتي بيحكي لي القيم اللي هي بالفورين كي. لاحظوا القيم، نحكي للديبارتمنت نمبر الموجوده في جدول الامبلوي. من وين اخذناها يا طلاب؟ هي 10 و20 و30، من وين اخذناها هاي القيم؟ من البرايمري كي الموجود عندي في جدول اخر، ما جبتها من عندي. 10 20 30، وهي فعلا موجود عندي 10 و20 و30. هل ممكن يكون عندي مثلا هون 100 وهون مش موجود؟ يعني لو وضعت هون 100 وهذا مش موجود حيعطينا عليها ايرور يا طلاب. ننتبه حيعطينا عليها ايرور. كمان لاحظوا هون في عندي سوبر اس اس ان، القيم اللي عندي في السوبر اس اس ان يا طلاب اخذت من وين؟ مثلا هاي 1 2 3 123 983 123، من وين اخذناها يا طلاب؟ هاي من البرايمري كي في نفس الجدول. اذا القيم، انتبهوا، القيم الفورين، انتبهوا، القيم تبعت الفورين كي يجب ان تكون من القيم يا طلاب تبعت البرايمري كي.
من القيم أنا أخذتها بالأساس من البرايمري، بالإضافة إلى عم بحكي لي طالب مثلا ليه حاطه هون نل وهي مش موجودة في البرايمري كي، انتبهوا ليه حاطين هون نل وهي مش موجودة في البرايمري كي. طلاب هلا الفورين كي ممكن يكون نل، الفورين كي ممكن يكون نل، يعني هلا في الريفرنشال انتجريتي ضيفوا عليها يا اما التبل او الفاليوز نحكي للفورين كي، يا اما تكون بالاساس قيمتها من البرايمري كي او نل، انتبهوا او نل، يعني هاي القيمه يا اما اخذها من البرايمري كي ننتبه، او ممكن هاي القيمه تكون نل. مثلا في هذا المثال اللي امامي ليه عندي 1 2 3 هذا اللي هو 123 اللي هو اسمه، ننتبه حطيت السوبر اس اس ان له نل، شو رايكم؟ شو تفسير مثلا ممكن انا افسره في هاي الحاله؟ شو رايكم؟ ليه وضعت نل؟ انتبهوا يا طلاب، تم وضع نل. لاحظوا الامبلويي اللي هو 432 واللي هو 983، مين السوبر اس اس ان لإله؟ اللي هو 123، اذا هو المانجر. فبالتالي كيف بدي انا احط سوبر اس اس ان للمانجر هو مانجر اصلا عليهم؟ انتبهوا. فاذا مو دائما الفورين كي بتكون قيمتها لها قيمه واخذناها من البرايمري كي، ممكن تكون يا طلاب كمان نل. فاذا نعيد الريفرنشال انتجريتي يا اما تكون قيمتها من البرايمري كي او نل فقط. لغايه الان في اي سؤال ما نخربش بينها وبين البرايمري كي؟ هلا ننتبه لهاي الكونسترينتس، ننتبه اللي هي سيمانتيك انتجريتي كونسترينتس. سيمانتيك يا طلاب، السيمانتيك هي ما بكتبها بشكل يعني مباشر باستخدام الداتا بيز مانجمنت سيستم، يعني مثلا زي الاوراكل، هاي بالابلكيشن، بالابلكيشن يعني بالانترفيس بالجي يو اي ببرمجها. مثل عم نحكي عدد الساعات اللي مثلا ممكن ياخذها الخريج، ممكن تكون اكثر من 18 ساعه لطالب خريج، ممكن تكون اكثر من 18 ساعه. لما اعمل كرييت للتابل ما بعمل هاي الكونسترينتس وبكتبها، هاي بكتبها انتبهوا باحد لغات البرمجه اللي هي بتكون انتر اكت او اكسس على الداتابيز. فاذا هي بيست اون ابلكيشن سيمانتيك، ما لها دخل يا طلاب في الداتابيز مانجمنت سيستم. مثلا نحكي الماكسيمم نمبرز للاورز اللي بيشتغلها الامبلويي، مثلا زي المثال اللي حاطيته هون، في الاسبوع في هذا البروجكت يكون 56، انتبهوا، ساعه بالاسبوع. هاي كونسترينتس، هاي سيمانتيك، ننتبه، ولكن انا ما بكتبها باستخدام الداتابيز مانجمنت سيستم. نفس المبدا نحكي السالري، الراتب الموظف يجب ان لا يتعدى، انتبهوا، shouldn't exceed the salary of employee supervisor. راتب الموظف ما لازم يتعدى على راتب السوبرفايزر اللي هو نحكي المانجر لإله. هذا كلياته بنسميه semantic integrity constraints. فقط مطلوب منكم انكم تعرفوها، ولكن الباقي لازم تفهموها in details لانكم حتستخدموها بالمختبر يا طلاب، بالمختبر، او اذا اللي طبق المختبر بتكونوا انتم عارفينها. لغاية الآن في أي سؤال؟ بعيد يا طلاب. انتبهوا للأبديت أوبريشنز. في الأبديت أوبريشن يا طلاب اللي هو عندي أبديت وريتريف. الأبديت اللي هي تحتوي على إنسيرت وديليت وموديفاي. الريتريف يا طلاب اللي هي سيلكت ستيتمنتس اللي هي عملية فقط إنه استرجاع بعض المعلومات. هلا في الريتريف اللي هي ريتريفلز، ننتبه اللي هي كانها فيوينج للداتا الموجوده عندي في الداتابيز، ما في داعي تعديل او تغيير على الشيء الموجود، فقط هو بس بيعطينا فيوينج للمخزن. فاذا مستحيل تاثر على اي وحده من الكونسترينتس اللي اخذناها سابقا، انتبهوا، يعني لا بتأثر لا على الدومين ولا على الكي ولا على الانتيتي ولا على الريفرنشال.
بينما الابديت الانسيرت والديليت والموديفاي. انسيرت هو عمليه انسيرت لرو كامل لتابل كامل يا طلاب، والديليت احنا عم نعمل ديليت لتابل كامل كمان، والموديفاي هو تعديل لقيمه ممكن او مجموعه من القيم، ولكن هو فعليا تعديل لقيمه واحده في هذا الرو. احنا عم نحكي هلا شيء ان جنرال، خلينا نشوف هلا كيف ممكن نطبق الانسيرت وما تاثيرها. انتبهوا، الانسيرت بحكي لي انه هو بيعمل فيوليت لكل الكونسترينتس، يعني ممكن هاي الانسيرت تاثر على كل الكونسترينتس يا طلاب، على الدومين والكي والانسي والريفرنشال. احنا ما عم نحكي عن السيمانتك، لانه في السيمانتك يا طلاب اللي هي بالبروجرامينج لانجويج ما لها دخل، ننتبه ما لها دخل يا طلاب في اللي عم نحكي عنه في الانسيرت. في الانسيرت بتاثر اذن على الدومين وعلى الكي والانتجريتي، ننتبه، والريفرنشال. انا ما بدي اقرا لكم اياها، هاي احنا بدنا نطبق هلا. كيف بتاثر على الدومين، كيف بتاثر على الكي، كيف بتاثر على الانتيتي، كيف بتاثر على الريفرنشال. فحبيت يا طلاب في مثال هو كاكسرسايز عندكم، انتبهوا هنطبقه مباشره. انا عم بشرح الانسيرت، هنطبق مباشره جمل الانسيرت. عم بشرح عن الديليت، هنطبق الديليت عشان نفهم اكثر الموضوع. ننتبه مع بعض. هاي عندي هدول الجدولين، اللي هو جدول الامبلوي يا طلاب وجدول الديبارتمنت. خلينا نشوف جملة الانسيرت الأولى، نقرأ مع بعض جملة الانسيرت الأولى. باخذ كل واحدة منهم بالترتيب اللي أنا حاطيته وبعبيها بهذا الجدول. انتبهوا، هل جازمن اللي هي لمين؟ للفيرست نيم. هل بيأثر على إشي يا طلاب؟ انتبهوا، هل بيأثر على الإشي؟ جازمن، ننتبه للفيرست نيم. هل بيأثر على الانتيتي؟ هل بيأثر على الكي؟ هل بيأثر على الدومين؟ هل بيأثر على الريفرنشال؟ لا. فإذا أول وحدة صح، ما فيها أي مشكلة. طيب الثاني راني، ننتبه لللاست نيم. بيأثر راني على اللاست نيم يا طلاب من نفس الدومين، ما عم نحكي عن البرايمري كي ولا فورين كي ولا اي شيء، وهي كاركتر، فاذا كمان هاي صحيحه. 321 321 عملنا انسيرت لهذا الرقم هون 321 يا طلاب. هل في عندي 321؟ لا، انتبهوا ما عندي 321. فهل هذا ايرور؟ هل هو نال؟ لا كمان، فإذن هاي كمان صحيحة. نيجي للي بعدها 3/9/1982. هل اختلف الفورمات عن الموجود عندي بالبيرث ديت؟ هاي 3 وهاي 9/1982، ما اختلف الفورمات وهو ديت، فإذن هذا صح، ما في عندي أي مشكلة. طبعاً الديت عادةً نحن نستخدمها في اللاب بين سينجل كودز، أوكي؟ بس إحنا عم نحكي هون إنجينير. طيب نيجي للسلري، شو رأيكم بالسلري؟ أنا كتبت 3000 وموجود عندي هون، انتبهوا عم نلاحظ بالفورمات آخر إشي مضاف لإلها، مضاف لإلها إيش يا طلاب؟ جدي. فهل اختلف بالداتا تايب، بالفورمات، بالكي، بالانتي، بالريفرنشال؟ هون يا طلاب صار عندي في خطأ، والسبب لأنه نحن عملنا فيوليت، انتبهوا لمين؟ للفورمات، انتبهوا فيوليت للفورمات يا طلاب. فإذا أول فيوليت ننتبه في هاي الانسيرت هنكتب يعمل فيوليت لمين؟ للدومين، انتبهوا بيعمل فيوليت يا طلاب للدومين كونسترينتس، هاي للدومين. طبعا ممكن يعمل فيوليت لأكثر من كونسترينتس، بس احنا عم نمشي لسه ما كملنا. انتبهوا يا طلاب، النل، وجود النل في السوبر اس اس ان، احنا عم نمشي قيمة قيمة وهيك بدكم تحلوا.
وجود النار في الأساس أن، هل هذا بيأثر؟ وجود النار في الأساس أن، هل هذا بيأثر يا طلاب؟ ننتبه، ما بيأثر على شيء، لأن الأساس أن هو عبارة عن فورين كي، وحكينا الفورين كي ممكن تكون يا طلاب، انتبهوا، نال. هذا كمان صحيح. شو ضل عندي؟ الثلاثين، ثلاثين لمين؟ ثلاثين يا طلاب للديبارتمنت نمبر، ثلاثين للديبارتمنت نمبر يا طلاب. طب هاي ثلاثين وضعتها، وثلاثين هي صح لأنها هي موجودة عندي وين؟ في الفورين كي، فإذا هاي كمان صحيحة. إذا الجملة الأولى في الانسيرت عندي يا طلاب شو بتأثر على الدومين كونسترينز؟ تعمل فيوليت، ننتبه، يعني هذا بيصير عندي هاي جملة invalid، فبتعمل فيوليت للدومين كونسترينز يا طلاب، تعمل فيوليت للدومين كونسترينز. هاي الأولى. لغاية الآن في أي سؤال؟ عشان بدكم تشاركوني باللي بعدهم. في أي سؤال؟ طيب نيجي للثانية، للثانية يا طلاب، انتبهوا الثانية. جازمين صحيحة، قبل شوي لسه عملناها، وراني بتروح للاست نيم كمان صحيحة. 923 الاس اس ان، في عندي 923 هون؟ لا، فإذا كمان هاي صحيحة. انتبهوا، أنا كاتبة هون 319980، شو رأيكم؟ شو رأيكم يا طلاب؟ ممتاز، خطأ. والسبب؟ والسبب يا طلاب؟ ننتبه، خالفنا الفورمات اللي حكينا عنها قبل شوي. الفورمات هون بالبداية عندي الدي، ثم المانث، ثم فور ديجيت للير. أنا حاطة بالعكس، ما في عندي مانث 19، فإذا حيعطينا عليها يا طلاب هاي ايرور، يخالف، إذا مبدئيا يخالف الدومين. لسه ما كملنا، ما بعرف إذا بيخالف إشي تاني، فإذا هون حيخالف الدومين. انتبه، الدومين. طيب 3000 جي دي، هل هذا خالف الدومين او في اي مشكله يا طلاب؟ 3000 ما عندي اي مشكله، هذا صح. والنل، النل لمين؟ للسوبر اس اس ان، كمان قبل شوي حكينا ما فيها اي مشكله وهي صحيحه. و30 للديبارتمنت نمبر، كمان هاي صحيحه. انتبهوا، اذا ما اعطاني اي ايرور الا في اللي هي الفورمات للديت، فاذا هي من ضمن الدومين كونسترينت، فاذا عمل فيوليت للدومين كونسترينت. اللي بعدها يا طلاب رقم 3، مين يحل لنا اياها؟ رقم 3 يا طلاب، واحدة واحدة منهم ونشوف على إيش بيأثر. رقم 3 كتير سهلة وواضحة، شو رأيكم على إيش بيأثر رقم 3؟ عندي هون خطأين. الخطأ الأول يا طلاب اللي هو، أعطوني إياه، انتبهوا، هذا أول إيرور، خالف الداتا تايب. أنا حاطة هون رقم والفيرست نيم، والفيرست نيم يا طلاب هو ليس رقم، فإذا هذا خالف، ننتبه، الداتا تايب. بما أنه خالف الداتا تايب، فإذا هون حيكون عندي الدومين، فيوليت للدومين كونسترينز، فيوليت للدومين كونسترينس يا طلاب. طيب راني فيها مشكلة؟
ننتبه؟ لا، هذا الاسم الثاني، هاي صحيحة. طيب 321، في عندي 321 في الاس اس ان؟ لا، فإذا هاي كمان صحيحة. الديت كمان ما فيها أي مشكلة. طب نيجي للسالري، حاطة أنا 3000 دولار سالري يا طلاب، شو رأيكم فيها؟ هل هاي صحيحة أم خاطئة؟ هاي ننتبه، هاي خطأ يا طلاب السالري، فإذا هاي خطأ، لأنه الفورمات هون محطوط دولار ساين ونحن بنستخدم جي دي. ننتبه الفورمات دولار ساين ونحن بنستخدم جي دي، فإذا هذا ايرور. طيب نشوف اللي بعدها، 432، 432 في السوبر اس اس ان، في السوبر اس اس ان 432 من وين بياخذها يا طلاب؟ لازم ننتبه، من الاس اس ان. في عندي 432 هون، في عنا، فاذا هاي كمان صحيحه. نيجي للي بعدها اللي هي العشره، العشره يا طلاب اللي هي ديبارتمنت نمبر، ديبارتمنت نمبر حطيناها 10، فاذا كمان هاي صحيحه ما فيها اي مشكله. فالخطا عندي هون تنتين، الخطا عندنا هون تنتين يا طلاب. أول خطأ عندي اللي هو في الداتا تايب، والخطأ الثاني بالفورمات، وكليهما عم بحكي عن الدومين كونسترينتس، كليهما عم بحكي عن الدومين كونسترينتس يا طلاب. طيب رقم أربعة، رقم أربعة يا طلاب، مين جاوبنا أربعة؟ رقم أربعة يا طلاب، insert هالمرة للجدول الثاني اللي هو جدول الديبارتمنتس، جدول الديبارتمنتس يا طلاب، insert 400، وعم نلاحظ الديبارتمنتس هون هو عبارة عن 2 digits، فأنا لما أخزن 400 هذا يناقض الفورمات، عبارة عن okay number ما في أي مشكلة، ولكن الملاحظ من الفاليوز الموجودة عندي عدد الديجيت يا طلاب هو 2، ونحن حطينا هون 3، فإذا هذا ايرور، فإذا هذا مخالف لإيش يا طلاب؟ كمان انتبهوا، هذا مخالف للدومين، هذا مخالف للدومين، انتبهوا هذا مخالف للدومين. طيب هلأ نشوف شطارتكم بخمسة، بخمسة يا طلاب، على فكرة ردودكم في الإجابة بالنسبة لإلي بتيجي بعد ما أنا أحل، إذا نصبر عليكم كل سؤال عم بعطيكم إياه. انتبهوا يا طلاب هلأ لرقم خمسة، على إيش بيأثر رقم خمسة؟ يلا يا طلاب، رقم خمسة جملة الانسيرت على إيش بتأثر؟ عشان كمان شوي في عنا بونص للي بيحل أحد الأسئلة اللي حسألها كمان شوي يا طلاب. هلأ جملة الانسيرت اللي في رقم خمسة يا طلاب، اللي في رقم خمسة ننتبه، أول وحدة بتأثر على، انتبهوا هاي insert، رجعنا للإمبلويي مرة تانية، هاي يا طلاب بتأثر على مين؟ انتبهوا على الداتا تايب، فإذا بتأثر على الدومين constraints مباشرة، أنا حكتب دومين، انتبهوا مباشرة حكتب دومين. طيب بعدين في عندي هاي راني ما فيها اي مشكلة، هاي صح، راني صحيحة، و 123 شو رأيكم؟ 123 يا طلاب،
هاي خاطئة، والسبب لأنه في عندي 123 في برايمري كي، في عندي ننتبه 123، فإذا هذا بيأثر على إيش يا طلاب؟ ما هي الكونسترينس اللي بيأثر عليها؟ إذا الدومين اللي هي الأولى وهون بيأثر على الكي يا طلاب، على الكي كونسترينس. إذا شغلتين هون، الدومين، انتبهوا دومين هاي، والثانية اللي هي على الكي كونسترينس. طب نشوف الديتس، هل في مشكلة في الديتس يا طلاب؟ هل في عنا مشكلة في الديتس؟ لا ما في عنا مشكلة. بس الفور مشكلة في، وما في عنا مشكلة في السوبر اس اس ال، لانه 432 اوريدي موجود عندي في البرايمري كي. انتبه. وما في عندي مشكله يا طلاب بالديبارتمنت نمبر، ديبارتمنت نمبر هيها لانها 10 فقط في الدومين، بالاضافه لايش؟ للكي كود سترينز. اذا ممكن هلا جمله واحده عم بتاثر على أكثر من constraints، ننتبه جملة واحدة بتأثر على أكثر من constraints يا طلاب. مو عندي ممكن فقط بتأثر أو بتعمل فيوليت على constraints واحد، زي رقم 5 بتأثر على الدومين وعلى الكي يا طلاب، على الدومين وعلى الكي. لغاية الآن في أي سؤال؟ لاحظوا رقم 6. طيب رقم 6 يا طلاب على ايش بيأثر؟ رقم 6 يا طلاب لاحظوا رقم 6 بتأثر على ايش؟ اللي هي عندي 30 يا طلاب، اللي هي 30 موجودة عندي يا طلاب هون. insert 30 و planning into departments لهذا الجدول. already عندي 30 فأصبحت مكررة هون، already موجود عندي 30 يا طلاب. فإذا هذا على إيش بيأثر يا طلاب؟ على إيش بيأثر يا طلاب؟ على الكي constraints. انتبهوا على الكي constraints يا طلاب، هذا بيأثر على الكي constraints. طيب نشوف رقم 7. رقم 7 يا طلاب انتبهوا، أول وحدة فيها مشكلة. جازمين صح، وراني عنا كمان صح، ولكن في عندي نال، في عندي يا طلاب نال. شو رأيكم؟ اللي هي هاي أنا حاطة يا طلاب، انتبهوا نال. هل ممكن يكون في عندي نال بالأس أس أن؟ انتبهوا الأس أس أن تم عمل insert لجملة تحتوي على نال في الأس أس أن. هل ممكن تكون نال؟ حكينا لا لأنها برايمري كي. فإذا في هاي الجملة مبدئيا عمل فيوليت لمين؟ للإنتيتي انتجريتي. انتبه للديت، للديت يا طلاب. الديت صح ما فيها أي مشكلة، السلري كمان صح. ننتبه للسوبر اس اس ان 587، هل في عندي في هذا الجدول 587؟ نعم، فاذا كمان هاي صحيحه. الديبارتمنت نمبر عندي 10، الديبارتمنت نمبر يا طلاب عندي 10، فاذا كمان هاي صحيحه.
إذا فقط هاي أثرت على، ننتبه، الـ Entity Integrity يا طلاب، على الـ Int. يلا يا طلاب، Insert Null و Planning لجدول الـ Department. يعني بدنا نحط هلأ Null في الـ Department Number، شو رأيكم؟ شو رأيكم يا طلاب؟ هذا حيعطينا عليه ايرور. ممتاز. والسبب منخالف هون ايش؟ اللي هي قبل شوي حكيناها الـ Entity Integrity يا طلاب. الـ Entity Integrity Constraints. فإذا وضع البرايمري كي نال بيأثر على الانتيتي انتيجريتي كونسترينتس. طيب نيجي هلا للبلانينج. بلانينج هون في الديبارتمنت نيم بيأثر إشي؟ لا. فإذا نقتصر فقط إذا بيعمل فيوليت هاي الجملة على الانتيتي انتيجريتي. طيب نشوف الجملة اللي بعدها، جملة رقم 9 يا طلاب. جملة رقم 9 على إيش بتأثر هاي الجملة يا طلاب؟ يلا أعطوني أجوبتكم. أول وحدة جازمن بيأثر على إشي؟ First name صح، وراني كمان صح، 222 كمان ما فيها أي مشكلة. انتبهوا، والديت كمان صح، ولكن عندي الدومين. الدومين يا طلاب اللي هي موجودة عندي وين؟ في السلري. فإذا هذا بيأثر على، هاي أول خطأ، على الدومين. السلري يجب أن يكون في عندي آخر إشي في الفورمات جدي. فإذا هاي أول تأثير على الدومين. انتبهوا على الدومين. 587 587 يا طلاب، هيها اللي هي سوبر اس اس ان. موجود عندي هون 587؟ نعم موجود، هيو 587. فإذا كمان صح. انتبهوا، لازم نطلع على الفورين كي والبرايمري كي. يعني قبل ما تحل حدد وين الفورين كي وين البرايمري كي قبل حلك يا طالب. ننتبه. فإذا هاي صحيحة. طب نيجي على الديبارتمنت نمبر، شو رأيكم؟ يلا يا طلاب، الديبارتمنت نمبر شو رأيكم في الديبارتمنت نمبر يا طلاب؟ ممتاز، هاي خاطئة. والسبب، والسبب يا طلاب، في الديبارتمنت نمبر ما في عندي في هذا الجدول، جدول الديبارتمنت 50، حكينا القيم، وهينا بنكرر القيم اللي بناخدها من هون يجب أن تكون في جدول الأساسي اللي هو الديبارتمنت، وما في عندي في الجدول الأساسي اللي هو الديبارتمنت. انتبهوا، ما في عندي في الجدول الأساسي اللي في الديبارتمنت نمبر إنه هو عندي 50. فإذا هذا إيرور. إذا هذول لازم التنتين ننتبه لهم، السوبر اس اس ان القيم تبعته من الاس اس ان، والديبارتمنت نمبر في جدول الامبلوي ناخذها من الديبارتمنت او تكون نول. فإذا هذا كمان خطا. فإذا هذا على ايش بيأثر يا طلاب؟ إذا اول تأثير اللي عندي هو الدومين، وما ننسى بلس، انتبهوا، التأثير الثاني اللي هو على الريفرنشر. التأثير الثاني على الريفرنشال كونسترينتس، اوكي؟ اذا على اثنين، على الريفرنشال والدومين. طب شوفوا لي رقم 10، رقم 10 يا طلاب، رقم 10 نشوف على ايش بيأثر هاي الانسيرت. نيجي لأليس. أليس فيها مشكلة هون؟ ما عندي مشكلة في أليس.
ننتبه. وراني، راني عندنا مشكلة فيها كمان، ما في عندنا مشكلة. و 222 ما عندنا أي مشكلة. 30/2 كمان ما في عندي أي مشكلة. هاي الديت نفس الفورمات، نفس الخطأ اللي كان عندي هون في الجملة السابقة، انتبهوا، نفس الخطأ يا طلاب اللي هو عندي الدومين، وفيها خطأ تاني انتبهوا لي، خطأ تاني يا طلاب. إذا أول تأثير حكينا على الدومين، هاي الدومين، بدنا نشوف التأثير الثاني. أعطوني الخطأ الثاني يا طلاب. لاحظوا الخطأ الثاني اللي هو 687. 687 يا طلاب، هيا بدي أكتبها هون. هل موجود عندي يا طلاب 687 موجود عندي في البرايمري كي؟ هل موجود عندي هذا في البرايمري كي يا طلاب؟ هل موجود 687؟ مو موجود عندي في الاس اس ام. فاذا كمان هذا خطأ، كمان هذا خطأ يا طلاب، لانه مو موجود عندي في الاس اس ام، انتبهوا. فاذا 687 مو موجود في عندي في الاس اس ان، فاذا بياثر على، بياثر يا طلاب اذا على الريفرنشال كمان، لانه 687 مو موجود عندي في الاس اس ان، هاي السوبر اس اس ان. طيب العشرة فيها اي مشكله؟ العشرة يا طلاب تبعت الديبارتمنت نمبر ما فيها اي خطا، فاذا هاي صحيحه، فاذا هاي صحيحه. لغايه الان في اي سؤال بعيد يا طلاب؟ طيب شوفوا لي رقم 11، مين بيعطيني رقم 11 على ايش بياثر؟ رقم 11 يا طلاب، هاي الستيتمنت على ايش بتاثر؟ انتبهوا. جازمن فيها مشكله؟ لا هاي صح. وراني انتبهوا كمان صحيحه. النال يا طلاب، النال اللي عندي هون، النال لمين؟ للاس اس ان. هل في امكانيه الاس اس ان يكون في عندي نال؟ لا. فاذا هاي يتم الغائها. اذا بتاثر على ايش؟ هاي اول تاثير عندي، انتبهوا، على الانتيتي انتجريتي، لانه ما بيصير هاي انتيتي انتجريتي يا طلاب، ما بيصير يكون عندي البرايمري كي هو نال. ثانيا نطلع على الديت، محطوط عندي 3/22/1976، كمان هاي انتبهوا، كمان هاي عندي خطأ. على ايش بتأثر هاي كمان يا طلاب؟ هاي بتأثر على الدومين. اذا هلا بدنا نضيف بلس الدومين، بتأثر على الدومين. طيب 10,000 جدي ما فيها أي مشكلة، صحيحة، انتبهوا، إذا هاي صحيحة. 587، 587 يا طلاب كمان صحيحة، ما فيها أي مشكلة. شو بقي عندي؟ الخمسين، الخمسين يا طلاب على إيش بتأثر هاي؟
ننتبه للخمسين بتأثر عندي ديبارتمنت نمبر، أنا حاطة 50 وما في عندي ديبارتمنت نمبر رقم 50 في جدول الديبارتمنت، فإذا هاي كمان بتأثر على انتبهوا اللي هو الريفرنشل. فإذا هون أثرت على ثلاثة كونسترينت، الانتيتي والدومين انتبهوا بالإضافة إلى الريفرنشل، بالإضافة إلى الريفرنشل. إذن ثلاثة، الانتيتي والدومين بالإضافة إلى الريفرنشل. يا طلاب لغاية الآن في أي سؤال بعيد؟ نكمل آخر تنتين، نكمل يا طلاب آخر تنتين. insert سالي، انتبهوا فيها أي مشكلة؟ هاي لا صحيحة، هيها وراني كمان صحيحة. كتير مهم يا طلاب تفرق ما بين 11 و 12. لاحظوا أنا حطيت تقريبا نفس الأشياء الموجودة ب 11 ب 12، شو الفرق بيناتهم؟ يلا يا طلاب، اللي بيعطيني رقم 12 فيوليت لأنه كونسترينت إله بلس 1، إله بلس 1 يا طلاب. سمعيني انتو؟ اللي بيعطيني هلا ننتبه لرقم 12، ما هي الكونسترينتس اللي بتتأثر في هاي الانسيرت الى بلس 1 يا طلاب؟ الإجابة الصحيحة نشوف مين الإجابة الصحيحة يا طلاب. محمود انتبهوا لجواب زميلكم محمود، بيحكي بيأثر على الدومين والريفرنشل، الدومين والريفرنشل يا طلاب. طيب خلينا نشوف ليه بيأثر على الدومين. لاحظوا هون أنا حاط بين single quotes، كثير الطلاب بيخطئوا ما بينها وما بين اللي بالأعلى. لما تكون لوحدها إذا أنا ما دخلت قيمة، لما تكون بين single quotes فإذا نعتبرها كأنها character. كيف character أنت عم بتدخل على الأساس أن واللي هي عبارة عن الدومين لإلها، انتبهوا اللي هي عبارة عن number، فإذا هذا بيأثر على الدومين. فإذا هذا خطأ لأنه يطلب بأثر، هاي أول شغلة، وليس لأنه أنا ما حطيت نال، أنا حطيت نال بين سينجل كوتس، يعني إذا كأني كتبت ABC يا طلاب. فإذا هذا بيأثر على الدومين، هذا بيأثر على الدومين. هلا الديت ما في أي مشكلة، هذا صحيح الديت ننتبه صحيح ما في أي مشكلة، والسلري كمان صحيح،
587 كمان صحيحة اللي هي السوبر اس اس ان، ولكن عندي انتبهوا اللي هي الديبارتمنت نمبر. هاي يا طلاب الديبارتمنت نمبر 40، وما في انا عندي 40 يا طلاب في الديبارتمنت نمبر في جدول الديبارتمنت. فكمان هاي بيأثر على انتبهوا الدومين بالإضافة إلى بلاس ننتبه اللي هي الريفرنشال. إذا بيأثر على الدومين والريفرنشال. كأنو شعبة ابني محمود، كأنو شعبة أنت، اكتب رقم شعبتك. انتبهوا هلا 13، 13 يا طلاب. مين يحكي لي على ايش بيأثر 13؟ جملة 13 يا طلاب. على ايش بتأثر جملة 13؟ ننتبه. جازمين صح، وراني كمان صحيحة ما فيها أي مشكلة، ولكن 1 2 3 123 اوريدي موجودة عندي. 123 123 يا طلاب موجودة عندي في الاس اس ان. هاي خطأ، فإذا هذا بيأثر على، هاي أول تأثير عندنا على انتبهوا اللي هي الكي. يجب أن تكون كون يونيك، فإذا هاي على الكي أول تأثير عندي في هاي الستيتمنت. بعدين في عندنا خطأ ثاني متتالي بعديها مباشرة اللي هي 3276، هذا كمان ايرور. هذا يا طلاب بيأثر على الفورمات، بما أنه بيأثر على الفورمات فإذا كمان على الدومين. فإذا هذا الدومين كمان، شوفوا كي ودومين. نيجي هلا للي بعده اللي هو السالري صح، ما في أي مشكلة. 587 موجود عندي في الأس أس أن 587، فإذا هاي كمان صحيحة. ولكن عندي 60 اللي هو ديبارتمنت نمبر، هذا خطأ. فإذا كمان هذا عم بيأثر على انتبهوا نكمل الريفرنشال يا طلاب. اذا كي ودومين وريفرنشال، اذا بياثر على هدول الثلاث. لغايه الان في اي سؤال بعيد يا طلاب؟ في اي سؤال؟ اموركم تمام؟ طلاب نحن هلا خلصنا هاد، اذا نستنتج يا طلاب من الانسيرت، انتبهوا من الانسيرت، انها بتاثر على كل الكونسترينتس اللي هو الكي والدومين والريفرنشال والانتيتي انتجريتي. انتبهوا
الكي والدومين والريفرنشال والانتيتي انتجريتي. اذا هذا تاثير الانسيرت على كل الكونسترينتس. طب هلا في حاله انها اثرت على هاي الكونسترينتس، ما هو الاجراء اللي حيكون عندنا بالداتابيز مانجمنت سيستم؟ حسب استخدامنا الداتابيز مانجمنت سيستم، في بعض الداتابيز مانجمنت سيستم مثلا اوراكل بيعمل ريجكت، يعني بيرفض ادخال، ننتبه هاي الجمله التي تحتوي على قيم وبتعمل فيوليت لهاي الكونسترينتس، يعني ما حيدخلها اصلا على الداتابيز. في بعضهم هو بيعمل اجراءات اخرى، هلا حنشوفها في الديليت مثلا اللي هو بنسميها كاسكيد ابديتنج او ديليتنج، هلا حنشوفها في الديليت يا طلاب. ولكن هلا نستنتج من كل الامثله اللي اخذناها انه الانسيرت يا طلاب بتاثر على كل الكونسترينتس. انتبهوا لغايه الان. في اي سؤال؟ هلا بنتي براء عم تحكي التاريخ، ليش اعتمدنا انه صح؟ لا، انا حكيت التاريخ هون خطا، ولكن يمكن اختلاف الصوت او ما بيني وبينكم. اخر وحده ننتبه، رقم 13 عندنا 123 خطا، والتاريخ كمان الفورمات خطا، وعندي 60، انتبهوا 60 يا طلاب هو خطا. فاذا هدول الثلاثه خطا، الكي والدومين والريفرنشال. رقم 10 30/2، ما في اي مشكله، 30/2/1976. عفوا 30/2، ما في عندي 30/2، يا اما 29، انتبهوا اذا كان سنه كبيسه، او 28، فما في عندي 30/2. فاذا هذا بياثر على الدومين، انتبهوا هذا بياثر على الدومين. بما انه بياثر على الدومين واوريدي انا اصلا حاطيتها، فاذا هذا ايرور. ممتازه بنتي على ملاحظتك وشكرا كثير. لغايه الان في اي سؤال يا طلاب؟ اي استفسار؟ اذا هلا نستنتج انه الانسيرت، ننتبه، بياثر على كل الكونسترينتس اللي اخذناها سابقا. الديليت، الديليت يا طلاب ننتبه للديليت لحد افهم انه بياثر ولا ما بياثر، على ايش بالضبط بياثر الديليت. احنا بنحكي، لما نحكي ديليت ما بعمل ديليت لفاليو معينه في هذا التبل او في هذا الرو، انا بعمل ديليت لمين؟ لكل، ننتبه، الرو، بعمل ديليت لكل الرو. لحتى نشوف ملخص هذا المكتوب عنا، بدنا نعمل ديليت اكثر من جمله، بناء على ذلك نستنتج على ايش بياثر الديليت. هل بياثر على الريفرنشال؟ هل بياثر على الانتيتي انتجريتي، على الدومين، وهكذا. انتبهوا، اول جمله ديليت طبعا نفس المبدا انا عملت، اخذت الهوم ورك اللي المفروض تكون عليكم، حطيته بجوا هذا السلايد عشان نشوف على ايش بياثر كل واحدة منهم من ضمن شرحنا. Delete the department table with department number equal 20. وين نروح احنا هلأ؟ على جدول الـ department. روحوا على جدول الـ department. هاي جدول الـ department. بحكي لي احذف الـ department اللي هو رقمه 20. هلأ عملية الحذف يا طلاب ما حيكون عملية حذف لفاليو معين، حيكون حذف لرو كامل، يعني حذف هاد. شو رأيكم على إيش بيأثر؟ هي حذفته. على إيش بيأثر يا طلاب؟ هل بيأثر على Entity Integrity؟ هل بيأثر على الكي؟ هل بيأثر على الدومين؟ هل بيأثر على الريفرنشل؟ هون يا طلاب في الديليت، في هاي الجملة اللي أمامنا أنا لغيت هاي، ولكن ما ننسى إنه في عندي في جدول آخر. ممتاز بندر وبراء، جدول آخر ننتبه بيعتمد عليها اللي هي الديبارتمنت نمبر، موجود عندي 20، موجود عندي يا طلاب انتبهوا 20. طيب هذا العشرين في، يعني هذا الامبلوي هو بيشتغل في هذا الديبارتمنت، وهذا الديبارتمنت يا طلاب تم إلغاؤه. طيب هذا ريفرنس لمين؟ يعني هذا وين بده يروح هلأ؟ ريفرنس لمين؟ مش موجود عندي ولا إشي، مو موجود عندي هذا الديبارتمنت.
شو نعمل في هاي الحالة؟ أولاً خلينا نكتب قبل ما نحكي ما هي الإجراءات. إذا هذا بيأثر على الريفرنشال، انتبهوا على الريفرنشال كونسترينتس. أصبح عندي هاي العشرين ما في إلها، انتبهوا، برايمري كي تعتمد عليه مش موجودة بجدول الثاني. في هاي الحالة ما رأيكم بهاي الإجراءات؟ في عنا عدة خيارات. في بعض الأحيان بحكي لي إذا أنت حذفت البرايمري كي احذف كل الفورين كي اللي تابع لإلها. يعني شو بضطر أنا هلأ أعمل؟ انتبهوا يا طلاب، حنحذف كل الامبلويي اللي بيشتغلوا في هذا الديبارتمنت. يعني حشت هذا الامبلويي اللي هو جينس، ننتبه يتم حذفه. هذا إجراء يعني بنسميه كاسكيد ديليتينج. يعني لما نحذف هذا الرو وفي رو أخرى بيعتمد عليها هذا الرو، تعتمد على هذا الرو يا طلاب، فإذا نحذف كل الناس اللي بيعتمدوا عليه، أو نحكي بشكل عام التابلز اللي بتعتمد عليه. هذا إجراء، ولكن مش مجدي أنا لما أحدث مثلاً ديبارتمنت، شو ذنب الإمبلويي مثلاً الموجودين في هذا الديبارتمنت؟ هذا مو إجراء صحيح مثلاً في بعض الأحيان، مثل المثال اللي أمامنا. طب شو نعمل في هاي الحالة؟ انتبهوا يا طلاب، أنا حذفت هذا الرو اللي هو هذا الديبارتمنت اللي رقم 20، في إمكانية هذا الإمبلويي مبدئياً بخلي الفورين كي يعني الفاليو لإله، انتبهوا اللي هي نال. أوكي، الموظف موجود عندي ولكن أنا حذفت الديبارتمنت اللي هو كان موجود فيه. هذا لا يعني إني أحذف الإمبلويي، ممكن في بعدين فيما بعد إنه أحطه في، انتبهوا، ديبارتمنت آخر، أحطه في ديبارتمنت آخر يا طلاب. فأفضل طريقة إني أخلي هذا الفورين كي هو نل. هذا الإجراء الثاني. إذا الإجراء الأول هو كاسكيد ديليتينج، الإجراء الثاني يا طلاب أجعل، انتبهوا الإجراء الثاني، أجعل هذا الديبارتمنت نمبر اللي هو بيعتمد عليه اللي هو الفورين كي أجعله نل. هذا الإجراء الثاني وهذا الأفضل طبعا. طيب خلينا نشوف الجملة اللي بعدها. Delete the employee table. روحوا على employee table. ننتبه الاسم لإله هو سميث. يعني أنو رو أنا بدي أحذفه؟ أنو رو يا طلاب؟ الرو الأول هذا first name لإله، هاي first name لإله سميث، احذف لي إياه. هل هذا بيأثر يا طلاب على الconstraints؟ يلا، هل هذا بيأثر على الconstraints؟ ننتبه بيأثر على وين؟ انتبهوا يا طلاب، قبل شوي حكينا انه هنا في عندي سوبر اس اس ام تعتمد على الاس اس ام. ممتاز محمود، ما بعثت لي رقم شعبتك، بعث لي هلا طالما اني انا شايفه مباشره. سوبر اس اس ام تعتمد على الاس اس ام. لما انا حذفت هذا اللي هو سميث، انتبه انه رقمه هذا يا طلاب 123، وعم نلاحظ هون في عندي تو تابلز، هذا وهذا بيعتمدوا على مين؟ على الاس اس ام. اذا تم حذفهم يا طلاب، اذا تم حذفهم، حذفت انا ال 123 فاصبح عندي هذول التو امبلوي السوبر اس اس ان هذا مو موجود 123. فإذن هذا على إيش بيأثر يا طلاب؟ على الريفرنشل. انتبهوا، هذا بيأثر يا طلاب على الريفرنشل. فإذن هون كمان هيكون في عندي تأثير على الريفرنشل. انتبهوا بهذا الشكل، أصبح عندي هدول التنين مو موجود لإلهم رقم السوبر اس اس ام. في هاي الحالة حكينا يا بنعمل كاسكيد ديليتينج، والحل الأفضل إنه مكان ال 123 لسوزان وسالي هدول السوبر اس اس ان أخليها نل. ننتبه أخليها نل يا طلاب.
آخر واحد يا طلاب اللي هو delete the employee table with SSN 423. شو رأيكم؟ ننتبه؟ نرجع هدول. يلا يا طلاب، إذا الأول حكينا ريفرنشل والثاني ريفرنشل، آخر واحدة على إيش بتأثر؟ هل بتأثر على إشي آخر واحدة يا طلاب؟ بحكي لي إلغي الموظف اللي هو 432، هذا اللي رقمه 432 لغينا. بيأثر إشي على الكونسترينتس يا طلاب؟ هل بيعتمد عليه ننتبه السوبر أساسان؟ لا. ممتاز، فإذا هذا ما بيأثر ولا على أي كونسترينتس، انتبهوا، ولا على أي كونسترينتس. إذا مو كل جملة ديليت بيأثر على constraints. ومنلاحظ من الأمثلة اللي معنا، انتبهوا، من الأمثلة اللي هلأ حليناها، الديليت فقط بتأثر على مين؟ على referential constraints، انتبهوا، بينما الكي والدومين والentity integrity مستحيل تأثر عليها الديليت. إذن الentity والدومين والكي ما بيأثر عليها جملة الديليت، فقط بتأثر على الريفرنشال، هذا إذا طبعاً أثرت، بس هي على الريفرنشال كونسترينتس فقط. نيجي للأبديت أو الموديفاي. الموديفاي يا طلاب، الموديفاي أنا بحكي للطلاب هي عبارة عن، أنا بحطها بشكل ملخص، هي عبارة عن جملة delete، انتبهوا، هي عبارة عن جملة delete يتبعها مباشرة insert. يعني كأني بعمل أنا delete يا طلاب، انتبهوا، delete لهذا الرو، وبعدين أنا بضيفها مرة ثانية ثم insert. هاي هي جملة الموديفاي. لما أقولكم إنها هي عبارة عن delete و insert، قبل ما نحل أي شيء، إذن هل بتأثر على constraints ولا لا؟ وعلى أي constraints هي بتأثر؟ modify هل بتأثر على constraints ولا لا؟ ممتاز، أكيد هتأثر عليهم كلهم. ممتاز بندر، ننتبه، طالما في ديليت يعني كأنه، شوفوا، كأنه مبدأها احذف الرو كامل ثم اعمل انسيرت لهذا الرو، ولكن في قيم معينة ابقيها نفس القيم السابقة، وفي قيم غيرها، او في قيمة غيرها، فإذا بتأثر عليهم كلهم، انتبهوا، بتأثر عليهم كلهم، بتأثر على الدومين وعلى الكي وعلى الانتيتي انتيجريتي وعلى الريفرنشال. نشوف هلأ الأولى يا طلاب، update the salary in the employee table. منروح على جدول الامبلوي، بحكي لي update salary. كتير طلاب بيخطئوا في ترجمة الupdate statements، بحكي لي انت عدل مين؟ السالري. في جدول مين؟ الامبلوي with SSN، اللي هو SSN لإله 432. منروح على 432، هاي شايفينها، بحكي لي معدل الاساسان. كتير في طلاب بحكي لي عدل الاساسان الى 2800، هذا خطأ يا طلاب. انترجم شو بدنا، ابديت ذا سالري، اذا عدل السالري، هاي السالري، عدل السالري في جدول الامبلوي للموظف اللي رقمه 432. طب لإيش بدي أعدله هذا السالري؟ انتبهوا، يعني عدل لي راتبه، فبلغي هذا الراتب القديم، يتم تعديله إلى هذا الرقم الموجود عندي، هذا الرقم يا طلاب اللي هو 2800.
كتير مهم إنك تعرف كيف تفسر هاي الجملة اللي أنا كاتبتها. طيب لو عدلنا إلى 2008 على إيش بيأثر يا طلاب؟ يلا أعطوني إجاباتكم على إيش بيأثر؟ عدلنا السلري اللي هو كان 1500 وشوي وجادي إلى 2800 على إيش بيأثر يا طلاب هون؟ بيأثر على ممتاز السيمانتيك، ولكن أنا حكيت لكم إحنا في موضوع السيمانتيك ابن بندر هو بنحدد وين بالبرمجة في الابليكيشن. إحنا عم نحكي هلأ عن داتابيز مانجمنت سيستم، انتبهوا على إيش بيأثر على الأربع هدولاك، أنه واحدة منهم، فانتبهوا صيغة السؤال. بس يعني دقة ملاحظتك رائعة، ممتاز. إذن بيأثر على الدومين، بيأثر على الدومين يا طلاب. طب نيجي للي بعدها، للي بعدها ليش بيأثر طبعا على الدومين؟ لأنه ما في جادي، انتبهوا ما في جادي، مش نفس الفورمات. Update the department number of the employee table. روح على department number للemployee. اللي رقمه 432 هو نفسه اللي قبل شوي عملناه، بس عدل لي department number، يعني هذا شوفوا عدل لي إياه إلى تحكي لي 70. شو رأيكم يا طلاب؟ جدا رائعين، بس ما كملت ننتبه. فإذا عدل لي إياه إلى 70. طب هل موجود عندي 70 في department number في جدول الآخر؟ لا. فإذا هذا بيأثر على الريفرنشل، ممتازين. إذا هذا طبعا، إذا الأولى على الدومين والثانية على الريفرنشل. الثالثة update department number of the departments with department name IT. يعني روح على جدول الديبارتمنت هاي المرة، شوفوا هذا جدول الديبارتمنت، بنروح على جدول الديبارتمنت، بحكي لي عدل الـ IT هذا الرقم لإلها department number هون إلى 40، إلى 40. لو عدلتها إلى 40 أصبح عندي في الجدول الثاني لأنه يعتمد عليها شو موجود هون عندي 30. بما انه هون في عندي 30 اصبحت ما في لها ريفرنس توات، فاذا هذا بياثر على الريفرنشال، ممتاز. هذا بياثر على الريفرنشال، فاما انه هاي بتصير عندي نال او نعمل كاسكيد، ننتبه ابديتنج، يعني بنعدل التنتين، هاي بنعدلها 40 وهاي 40، أو إنه هاي أخليها ننتبه نال، يعني عندي كمان خيارين. طيب نشوف رقم 4، شو رأيكم رقم 4؟ رقم 4 بيحكي لي عدل الـ IT department مو لـ 40 زي قبل شوي، لإيش بدي أعدلها؟ إلى رقم 10، هي 10. على إيش بيأثر يا طلاب؟ ممتاز، على الكيو كمان، على الكي لأنه أصبحوا التنتين نفس الإشي، ممتاز. وعلى الريفرنش الممتاز، زينا ننتبه، وبراءة ننتبه، وبندر. إذن هلأ عندي شغلتين بيعملها فيوليت. أولاً صار عندي 10-10 في هذا الجدول، فإذا هاي أول تأثير اللي هو عندي على الكي، هاي أول تأثير على الكي. بالإضافة إلى في عندي هون هاي 30 صارت 10، طب 30 اللي هون في الجدول الثاني reference to what، فإذا كمان أثرت على الريفرنشال، إذا على تنتين زائد ننتبه الريفرنشال، إذا أثرت على two constraints. آخر واحدة يا طلاب، طبعاً في واحدة عندكم هلأ ححكيها بس لأنه ما كان في مجال إني أكتبها يا طلاب. Update the SSN of the employee table. روح على SSN لهذا الـ employee
اللي اسمه سميث، سميث يا طلاب، حط لي يا نل. شايفين هاي الأولى، حط لي يا نل. على إيش بيأثر يا طلاب؟ على إيش بيأثر؟ نشوف إجاباتكم. أولاً بيأثر على الانتيتي انتيجريتي، هاي أول تأثير فقط. لا ما بيأثر بنتي براءة على الدومين، لأني أنا ما حاطتها بين سينجل كوتس. ممتاز زينة، انتبهوا زميلتكم تحكي لي كمان على الريفرنشال. ليه؟ لأنه هذا سميث اللي هو رقمه 123 يا طلاب بيعتمد عليه أكثر من، انتبهوا، موظف اللي هو 123 في السوبر اس اس ان، وهي 123. إذا أنا غيرته لنال صار عندي خطأين، فيوليت لتو كونسترينز اللي هو الانتيتي انتجريتي أول وحدة، والثانية يا طلاب انتبهوا الثانية بالإضافة إلى الريفرنشال بلس اللي هي الريفرنشال يا طلاب. إذن هدول التنتين بالإضافة إلى الريفرنشال. حكينا في الانتيتي انتجريتي إنه البرايمري كي must be not null، الفاليوز لإلها not null، هاي الانتيتي انتجريتي. فنحن حطينا هون الاس اس ان هي نال يا طلاب، لأن هون شو بيحكي لي؟ ابديت ذا اس اس ان، ما حكى لي ابديت ذا فيرست نيم، ابديت ذا اس اس ان، عدل الاس اس ان لهذا الموظف اللي اسمه سميث الى نال. فلما يكون عندي البرايمري كي نال فاذا بنأثر على الانتيتي انتجريتي، وهي حكاها نال، هاي تو نال، ابديت تو نال. فانتبهوا لغايه الان في اي سؤال بعيد؟ فاذا على الانتيتي انتجريتي والريفرنشال. طب لو حكيت ابديت هذا اخر كانه وحده موجوده اللي هي ابديت ذا اس اس ان، شوفوا ابديت ذا اس اس ان اوف امبلوي تابلز، اوف امبلوي تابلز ل 566. طبعا ما حكى باسم معين، شو معناته؟ عدل لي كلياتهم، شوفوا اللي هي اخر واحدة موجودة عندكم بالدوكيومنتس، update the SSN of the employee tables to 566 اللي هي 566، عدل لي اياهم ل 566 كلهم يا طلاب. على ايش بيأثر؟ على شغلتين اللي هم، ممتاز، على الكي، ممتازة زينة، ننتبه على الكي يا طلاب، وعلى الريفرنشل. على الكي لأنهم أصبحوا كلياتهم زي بعض، هاي أولا، واثنين على الريفرنشل، هدول التنتين لغاية الآن. في أي سؤال يا طلاب؟ أي استفسار؟ هيك إحنا بننهي محاضرتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.